قرقص التداول والمصادقة. شكرا سيد الأخ. شكرا. افتحوا باب التداول. تفضل سيد المستشار سي حداد. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، انا غير هذه النقطة ثارت شي شوية الانتباه ديالي بإيجار ساحات. سيد الرئيس، لأنه جل الساحات، أنا تنقول هذه القضية ديال إيجار الساحات ماشي في محلها حسب رأيي، تنقول خص إيجار الخدمات، حيت هذه الساحات قد تكون لأصحاب أملاك خاصة، يا إما في اسم الأوقاف وإما في اسم أشخاص ذاتيين خواص، وقد يصعب أنه إلى كرات الجماعة هاد الأراضي تولي عليها شوية ما غنقولوا شي بالخيز، ولكن بالمشاكل، لأنه هاد صحابين العقارات غادي يقولوا سيدي ما حملك أنك أنت تكري لي أنا الأرض ديالي أنا نكريها. صحيح على أنه الجماعة، هذا موضوع مهم جدا، لأنه باش ننظموا، وياريت أنه يمشي التنظيم الأكثر من هذا، لأنه كاين مقاولين اللي تيشدوا هذه الأسواق، نحاولوا ما أمكن نعطيوهم الأشخاص متعددين، مثلا حسب الطلب، حسب طلب العروض، أننا كل واحد نعطيوه مقاطعة على حدة، ولكن نأجروا الخدمات، لأننا تنوفروا النظافة، وتنوفروا بطبيعة الحال الأمن بتعاون مع السلطات المحلية، باش ما نقولوش الأمن، احنا ماشي مسؤولين على الأمن الكلي، بتنسيق مع السلطات المحلية. إذن هاد الناس اللي تنوفروا لهم الأمن في الطرقات والأمن في الأسواق، وتنوفروا النظافة وتنوفروا الترتيب، لابد خص واحد لاطاكس على هاد الخدمات. ولهذا تنقول على انه ماشي ايجار الساحات، ايجار الخدمات. شكرا. هو السيد المستشار بطبيعه الحال هذا الموضوع الاسواق ديال الماشيه بصفه عامه هي من اختصاص التنظيم ديالها من اختصاص الجماعه. بطبيعه الحال الامر يتم بتنسيق مع السلطات المحليه لضمان الحسن ديال السير ديالها وضمان الامن ديالها. حنا هنا تنتكلموا على الساحات، يعني لانه الاسواق ماشي خدمه. تكلمتوا على العقار، حنا درنا بانه هذه الساحات سيتم تعيينها بتنسيق مع السلطات المحليه في الاتفاقيه، ما درناهاش هنا، ما درناش اللائحه ديالها. بطبيعه الحال كاينه ساحات لعقارات الجماعه، وكاين امكانيه مثلا السنه الماضيه الغرفه ديال الصناعه والتجاره والخدمات مشكوره وضعت رهنا اشاره الجماعه هذيك الساحه اللي كاينه مقابل الملعب. مع السلطات تنبحثوا على حلول، لانه هذا الامر هذا يتعلق فقط بالفتره ديال عيد الاضحى، فقط بفتره عيد الاضحى تنبحثوا على حلول، ولكن الكراء ديالها لا يمكن ان يتم الا من طرف الجماعه، لان هي اللي عندها الاختصاص. وبغينا عبر هذه الطريقه الجديده الجماعه ما تدبرش بطريقه مباشره، لان التدبير ديال الجماعه بطريقه مباشره غير مجدي ومكلف بشريا، وبالتالي هذه اختصاصات ديال الناس ديال المقاولات، وضعنا الشروط ديال هذه المقاولات كيفاش خصها تكون. سيتم فتح طلب عروض مفتوح للجميع، توفر على الشروط ديال المقاوله، والدخول على هذه الساحات التي سيتم تعيينها قبل العيد مع السلطات المحليه، نفتحوا طلب العروض ويتم ايجارها. وزدنا حتى القضيه ديال المحطات ديال الوقوف، لان كان تيوقع فيها فوضى، كاين اللي تيجي تيقول لك انتم الجماعه راكم في السوق، في حين انه حتى المواقف راه من اختصاص الجماعه. فباش يكون واحد التدبير موحد، الساحه والمرافق اللي تابعه لها ديال الوقوف كلها اللي غادي يرسى عليه، اللي غترسى عليه الصفقه هو اللي غادي يدبر في ديك الفتره بطبيعه الحال ديال العيد. هذا هو اللي تفضل السيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس. احنا متفقين مع ما جاء في الجواب ديالك جمله وتفصيلا. حاجه واحده اللي طرحها الاخ سي محمد الحداد واللي سنعود نطرحها باش نشوفوا واش انها تكون مجديه، هو هاد الاسواق
انه الدفاتر التحملات يكون كل دفتر تحملات على كل على صعيد كل مقاطعه تحصى فيها الساحات جميع التدابير اللي قلتي الان تكون فيها، ولكن تكون في كل مقاطعه تكون فيها دفتر تحملات ديالها وتكون المشاركه ديال الناس على اساس كل مقاطعه مقاطعه باش على الاقل تنوفروا شويه تنخرجوا من الفوضى العارمه اللي ستوقع في هذه المنطقه هذه. وكذلك بالنسبه للاسواق المتنقله اللي تتكون ديال الكراجات اللي كاينه ديال واحد العدد ديال المحلات اللي تتبع فيهم الاضحيه ديال العيد حتى هي نشيروا لها نشوفوا شنو هو الوسيله باش يمكننا انها تنظم قبل فوات الاوان. وشكرا. السيد الرئيس، دفتر التحملات هو فقط ديال الشروط، غيبقى هذا الاقتراح ديال واش نديروا طلب عروض على الجماعه كامله او طلب العروض على مقاطعه مقاطعه، هذا ممكن إذا كان ولا بد من التنصيص عليه في دفتر التحملات نضيفوه. خليوا لي التفويض مع السلطات، إذا كان لا بد من التنصيص عليه في دفتر التحملات نضيفه، إذا كان الإمكانية ديال طلب العروض بلا ما نحتاجوا التنصيص عليه، يعني الجماعة منين دير طلب العروض دير على حساب الساحات، مثلا اختارينا 4 ديال الساحات في فاس، كل ساحة نديروا لها طلب العروض، تجي شركة في كل ساحة، تقدر تجي شركة تديهم بربعة، ولكن المهم هو يكون ديك طلبات العروض مفصلة، ما يتمش يعني بحال الاحتكار ديال المقاولة لجماعة. فأنا خديت بعين الاعتبار الملاحظة، تصدقوا لي على التفويض، نشوف مع السلطات إذا كان ممكن التنصيص على هذه الفقرة هذه تضاف بأنه طلب العروض يتم مقاطعة مقاطعة، إذا ما كانش نديروه يعني في التفصيل. لا أعرض عفوا أعرض هذه النقطة المتعلقة بدفتر التحملات بإيجار ساحة بيع لأضحية العيد على إلى التصويت. الموافقون بطبيعة الحال مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظة. المعارضون الممتنعون، صادق المجلس بالإجماع على مشروع دفتر التحملات الخاص بإيجار ساحة بيع أضحية العيد بالجماعة. ونمر إلى النقطة المتعلقة بدفتر تحملات بين جماعة فاس وشركة التنمية المحلية لتدبير مواقف السيارات بتراب جماعة فاس. تفضل السيد كاتب المجلس. تواجه مدينة فاس مشكلة حادة بخصوص تدبير مواقف السيارات، خاصة بالنظر للزيادة الهائلة في عدد السيارات في السنوات الأخيرة. لذلك ترغب الجماعة في إجراء ترقية شاملة لهذا المرفق من خلال تحسين الخدمة المتعلقة بالوقوف السيارات على الطريق العامة ومواقف السيارات، وتطبيق لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعة المحلية. فإن مشروع دفتر التحملات معروض على أنظار المجلس الموقر قصد التداول ومصادقة. شكرا سيدي. شكرا. افتحوا باب المناقشة. تفضل السيدة المستشارة. شكرا السيد الرئيس. بالنسبة لهذه النقطة مدرجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة حول موضوع المصادقة على مشروع دفتر التحملات بين جماعة فاس وشركة التنمية المحلية المزدوجة لتدبير مواقف السيارات بتراب جماعة فاس. فأرى أن الأصل في الاتفاقية هي أن تكون بين طرفين موجودين، وبما أن شركة التنمية المحلية غير موجودة أصلا فإن المصادقة على دفتر تحملات لهذه الشركة تبقى هذه المصادقة أرى بأنها باطلة. فكان لزاما على المجلس أن يعرض مشروع قانون الأساسي لشركة التنمية المحلية قصد المصادقة عليه في هذه الدورة، ثم بعد ذلك تحدد دورة أخرى للمصادقة على دفتر تحملاته. وشكرا للسيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس. هذه النقطة هي مهمة، لهذا كاين مشاكل كثيرة
كثيره بزاف في هذا الهدا. غير حنا فاش جينا دابا للدوره انا جيت متاخر شويه واحد ثلث ساعه لهذا، لان عيت ما نقلب فين ركن السياره ما لقيتش حتى شي مكان كاع نهائيا كاع لهذا. عندنا اقتراح الا كان هنا الاخوان المستشارين والموظفين وكذا ولهذه مننا، عندنا هنايا فضاءات تابعه لهذا، علاش ما تفتح شي وتستندر عوض ان ذاك العشب الاخضر او كذا حق العشب الاخضر، ولكن ان الضروره راه كتقتضي باش انكم تفكروا بعدا حنا لينا كمستشارين نتاع لهذا. هنايا في هذه الطريقه تاع شركه التنميه هي مزيان، ولكن كيخصها باش تعمل على البحث على بدائل للمواقف نتاع السيارات المترصه بجانب الطرقات، والتفكير كذلك في مواقف تحت ارضيه او معلقه لهذا، وكباش تمتص واحد العدد كبير من السيارات وتوفر كذلك دخلا للجماعه. انا كنظن هذا لان دابا الاختناق نتاع حركه السير ماشي غير في اوقات الذروه، راه في جميع الاوقات. لهذا ان هذه النقطه كنحس نعطيوها ماشي تكون غير في جدول الاعمال هنايا، ولكن ربما كيخص يكون شي يوم دراسي ولا كذا، ولما لا كذلك الالتجاء الى الخواص لهذا باش انه يكونوا المشاريع الاستثماريه ديالهم تكون في التفكير في هذا مثلا عماره خاصه بسيارات او سوسول او شي حاجه، ما نعتمدوش غير على مسائل صغيره. وشكرا سيد الرئيس. شكرا سيد المستشار. غير فقط غادي نجاوب على النقطه المتعلقه بالشق القانوني. الشق القانوني الرئيس ما يمكنش يدير شركه واللي يختار شريك الا بناء على دفتر التحملات يعتمده المجلس، لانه هذا الانشاء ديال الشركه على اي اساس؟ الا درت النظام الاساسي ديال الشركه وجيت قلت لي هذه الشركه كيف شنو بماذا ستقوم هذه الشركه؟ فلذلك دفاتر التحملات هي الاساس ديال الاختيار، هو على اساسه يمكن اختيار الشريك. هذا الشريك شنو غادي يدير؟ شنو هي الالتزامات ديالو القانونيه؟ شنو هي الالتزامات التقنيه؟ فيحددها دفتر التحملات، وما يمكنش يتم الاختيار ديال اي شريك لانشاء الشركه الا على اساس هذا دفتر التحملات. فلذلك حنا تنطلبوا من المجلس الموافقه على مشروع دفتر التحملات الذي يحدد الالتزامات ديال الطرفين، واللي على اساسه يتم التعاقد مع شريك في الشركه ديال التنميه المحليه. اذا اعرض هذه، عفوا تفضل سي السلام عليكم سيد الرئيس. قبل ما نمروا للمنطلق ديال هذا القرار ديال الجماعه بانشاء شركه، هل التساؤل ديالي انا اللي تنطرحه الان، هذا القرار ديال انشاء شركه واش جاء بدون المستشار نحن كمستشارين، ولا ان نشارك في هذه المرحله هذه وتوضع مباشرة دفتر ديال التحملات واتخذ قرار بإنشاء شركة بدفتر تحملات معين؟ واش هذا الشيء ما دارلوش أنا بيل دوفر باش نعرفوا مبدئيا شكون اللي هذه يمكن هاد الشركاء اللي هما خصوصيين واللي غادي يساهموا في هاد الشركة هذه، أو لا التدبير ديال هاد الشركة هذه خدا المجلس القرار بأنه وينشئها ويضم هذا المرفق هذا، لانه كما قالوا الاخوان كما تنعيشوا يوميا كاين معاناه حقيقيه لا بالنسبه للركون السيارات ولا بالنسبه للناس اللي تياخذوا هذوك الاتاوات. بغيت نعرف واش المرحله ديال القرار ديال انشاء الشركه اتخذ بدون علم المستشارين وكيف وصلتوا ليه؟ شكرا. لا بطبيعة الحال بقى شي حد؟ عفوا لا. أولا
القرار ديال الموافقه المبدئيه ديال المجلس من اجل انشاء شركه، يعني اعتماد شركه للتنميه المحليه لتدبير الموقف ديال السيارات، تم اتخاذه في مجلس سابق، اذا باستشاره مع المجلس. الان القانون التنظيمي ديال الجماعات تيطرح بين الامكانيات ديال التدبير الانشاء ديال الشركه دي، يا اما التدبير المباشر، واما التدبير عبر الكراء، واما التدبير عبر شركه التنميه المحليه. لذلك من بعد القرار ديال الموافقه المبدئيه حنا اشتغلنا اساسا مع المصالح القانونيه ديال وزاره الداخليه على دفتر التحملات، وتم اعداد هذا دفتر التحملات اللي هو الانطلاقه لانشاء الشركه. من بعد الموافقه المبدئيه جبنا يعني تمشيو خطوه خطوه على في الانشاء ديال الشركه. الانشاء عنده اساس قانوني هو القرار ديال الدوره. اعرض مشروع دفتر التحملات بين جماعه فاس وشركه التنميه المحليه المزمع انشاؤها لتدبير مواقف السيارات بتراب جماعه فاس للتصويت. الموافقون، المعارضون، الممتنعون. صادق المجلس بالاجماع على مشروع دفتر التحملات، ونمر الى مشروع كناش التحملات المتعلق بالتدبير المفوض للمسبح البلدي الحسن الثاني بفاس. تفضل السيد كاتب المجلس. في اطار المجهودات المبذوله من طرف مجلس جماعه فاس لتدعيم البنيات والمنشات والمرافق ذات الطابع الرياضي والترفيهي وتطوير سبل تدبيرها، تم اعداد مشروع كناش التحملات الخاص بالتدبير المفوض للمسبح البلدي الحسن الثاني كاسلوب في تدبير وتسيير هذه المنشاه. وتطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحليه، فان مشروع هذا الكناش معروض على انظار المجلس المقر قصد التداول والمصادقه. شكرا سيدي. السيد كاتب افتح باب التداول. السيده مستشاره تفضلي. شكرا سيد الرئيس. المصادقة على كناش التحملات المتعلقة بالتدبير المفوض للمسبح البلدي الحسن الثاني. يعتبر مسبح الحسن الثاني المسبح الوحيد الذي لا زال يستفيد منه الطبقة الضعيفة، ولكثرة الضغط عليه بدأ يلجأ الشباب إلى النافورات والوديان، كما أنه المسبح الوحيد بمدينة فاس الذي له معايير تقنية للمسابقات الرياضية، وأرى أنه يجب المحافظة على هذا الملعب الذي أنشئ منذ فترة حماية المستضعفين، وكذلك لتطوير رياضة السباحة بمدينة فاس. كما ألتمس أن يستفيد موظفو الجماعة من خدمات المسبح البلدي على غرار القطاعات الأخرى التي تستفيد من النوادي المخصصة لكل قطاع، وأن تكون المساهمة رمزية لهذه الفئة ستادير موظفو الجماعات والأبناء ديالهم. كما أننا لاحظنا بأن جماعة فاس لا تجعل المجال الرياضي من بين أولوياتها، في حين بأن باقي المدن تدعم هذا القطاع، مما جعل القطاع الرياضي يعرف قفزة نوعية. وشكرا. تفضل السيد المستشار. شكرا سيد الرئيس. غير احيانا كتكون داك التدخلات ديالنا شي شويه مجانبه كذا، وهذا منين جاي بان ما كنتوصلوش حنا بهذه القضيه ديال كيف بحال هذا كناش التحملات اللي هذا هو الا بغيتي تقرا كيخصك واحد المده باش ان التدخل ديالنا يكون كيساير داك هذا، فيستحيل باش ان هذا فيه ما نعرفش شحال من صفحه ونقرا دابا هذا. لهذا مستقبلا انا كنشوفوا الا كان ممكن باش ان نلقاو هذا، ولو ان المنسق للفريق هو اللي توصل بالهذا ونشوفوا معاه العمليه. هذا المسبح الحسن الثاني حقيقه له تاريخ في حياتنا،
ففيه تعلمنا الرياضة وفيه تعلمنا السباحة. كلنا نعرف بأن الرياضة الآن أصبحت مظهرا من مظاهر الشعوب. كنا كنعرف كذلك بأن بطل اليوم هو نتاج مجهودات سنوات التسعينات. فماذا نحن أعددنا لبطل سنة 2020؟ فهذا يستحي، لأن الآن دابا الولوج إلى القاعات بمقابل، وعندما ننظر فقط إلى الجانب الجبائي والمادي نعمل على تغييب جانب التكوين، نفتقد إلى القاعدة التكوينية. فلا يمكن صناعة لاعبين دون تكوينهم بطريقة سليمة. نحن في عهد صناعة اللاعبين، ولا يمكن إنتاج لاعبين بمستويات كبيرة ومراكز التكوين والمسابح والقاعات المغطاة تستغل بمقابل. لهذا لابد باش أن نشوفوا المسائل ديال التكوين وإحداث مدارس رياضية لمختلف المستويات. وشكرا سيدرات. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين. سيد رئيس، سيد الباشا، سادة النواب، سادة المستشارين، حضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذه النقطة بطبيعة الحال سبقوني الإخوة تدخلها وكنشكرهم. بغيت نضيف أن الشروط، أنا على ما كنلاحظ الشروط الموضوعة في هذه النقطة هي شروط موضوعية، وكذلك مدة العقد هي موضوعة، ولكن هذه الشروط الموضوعية في دفتر التحملات كلها تصب في صالح السكينة. ولكن تنطلب من السيد الرئيس بالإضافة لهذه الشروط يكون شرط يتضمن تحديد الأسعار الذي يكون في متناول الطبقة الهشة، لأن هذا المسبح هو متنفس الطبقة الفقيرة. ما يمكنش الطبقة الفقيرة تمشي المسابح، بطبيعة الحال الطبقة الغنية أو الطبقة الغير مستضعفة كتمشي المسابح أخرى، ولكن الطبقة الهشة هذا هو المتنفس ديالها. كنطلب من السيد الرئيس أن باش يضيف الشروط تحديد الأسعار لتكون في متناول الطبقة، وشكرا. سيد الرئيس، إخواني المستشارين، المسبح البلدي الحسن الثاني هو الملجأ الوحيد أيام القيد للسكينة. في نفس السياق ديال التدخل ديال السيد المستشار اللي قال ودي راه بزاف علينا نوافقوا على هذا التشطر ديال التحملات اللي هو فيه 30 صفحة ما تلقيناش. أنا تنقترح عليكم سيد الرئيس أنه المرة المجية تلقينا الورقة الخاصة بجدول الأعمال ديال الدورة العادية، ولكن لي ديتاي ديالها ما كاينينش. منها كناش ديال التحملات الخاصة وحوايج أخرين، إذا أنت صعب علينا. أنا تنقترح عليكم في إطار العقلانة ديال التسيير هو أنه هادشي صيفطوه لنا بار إيميل كما صيفطيو لنا جدول الأعمال اللي فيه 20 نقطة ولا 30 نقطة ما نعرفش، 26 نقطة بالإضافة للنقاط المقترحة من طرف السيد المستشار. تصيفطوا لنا الدوسي كامل، يكون عندنا متسع من الوقت باش نطلعوا في هذا الشيء ونصادقوا عليه، وحنايا تنتحملوا المسؤولية ديالنا كاملة. بالنسبة ما عرفش أنا ما قريتش إذا الدفتر ديال التحملات، ما عرفش أنا شنو داخل فيه. هاد الناس اللي غادي يطرحوا لهم كناش ديال التحملات، انا في نظر ديالي بما انه فاس خصها عده مسابح ماشي غير مسبح بلدي واحد، وكنا ورثنا من الاستعمار وهذه 50 عام، اذا خاص يكون دفتر في دفتر التحملات ان الشركه ولا الناس اللي غادي يتكلفوا بالمسبح البلدي الحسن الثاني انهم يكون في دفتر التحملات ديالهم انشاء مسابح اخرى الساكنة. لأنه كما تتعرفوا راه في الصيف تيوليو الدراري تيعموا في النافورات،
وحشومة وتيطراو إشكاليات كبيرة وتيطراو ديزاكسيدون وتيوقعوا بعد النوبات الموتى تنضيعوا في دراري هكاك باطل لأنه فاس في الصيف تتكون فعلا مدينة اللي فيها القيد ودرجة الحرارة مرتفعة والطبقة الهشامة ما عندها فين تمشي إذا أنت تلجأ لهذه النقاط هذه وشكرا. شكرا السيد الرئيس على اي حال هذه النقطه اللي اثارت كثير من الملاحظات انا ما نديرو شي بوليميك في هذا الموضوع من العلم سبح تنعرفوا انه ما تيستفد منه حتى واحد الان انه مغلق وانه الامكانيات ديال المجالس ما استطعتش توفر له امكانيات لتسييره لتستفيد منه الطبقه الشعبيه الآن لا بين أمرين إما السيد الرئيس والأعضاء المجلس نديروا اقتراح ديال ضخ أموال طائلة لتسيير هذا المرفق وطريقة التسيير ديالو ونديروا في تاهو شركة ديال التنمية المحلية أو شي حاجة باش الشعب وأبناء الطبقة الفقيرة تستفد لأن الواقع هو أنه الإخوان اللي تيقولوا وما كاين حتى ملاذ آخر من غير ذاك المسبح وخمش دود الآن ما تيستافدوش منه ولكن راه ما كاينش من غيره ما كاين حتى محل من غيره إذا كان هذا الاقتراح ممكن اقتنع به السيد الرئيس والإخوان وناقشوا شي وسيلة أخرى ما كانش ممكن سميتو حنا تنعرفوا الظروف وتنعرفوا الصعوبات ديال التسيير ديال المرفق فأنا هنا كيف تنقولوا ما لا يدرك كله لا يترك جله على الأقل أننا نديروا في دفتر التحملات نصوا على أنه الأتمينة تكون ماشي تكون الأتمينة ديال المسابح الخصوصية اللي موجودة بأتمينة باهظة تكون موجودة والحاجة اللي أهم هو أنه ما نديروش السياسة ونطلبوا ونقولوا أنه هذاك المسبح نعطيوه للموظفين الجماعة ولكن تنقول ان التنصيص على ان كل موظفي الجماعه والابناء ديالهم يكون الاشتراك ديالهم بثمن رمزي طبيعي انه الا نصينا عليها ان غادي نقصوا من التكلفه ديال باش غادي نكريو هذاك المحل للمستثمر اللي غادي يجي ولهذا اكراما لكل موظفين ديال الجماعه خصنا نصوا على انهم يكونوا مستفيدين من هذا المسبح وشكرا. شكرا. أنا غير السيد الرئيس انت راك في حقيقة ثرتي النقاش ديال التدبير واش ندبروه حنا بطريقة مباشرة ولكن قبل لا ندبروه بطريقة مباشرة واش حنا قادرين ندبروه بطريقة مباشرة ولا لا وقبله واش قادرين نقوموا بالاستثمارات اللازمة لأنه في الوضعية اللي هو عليه تيتفتح في الصيف راكم شفتوا الحالة كيفاش ولا يمكن أن يتطور فلذلك المقترح الثاني وهو هذا التدبير المفوض غادي تفتح وفق طلب عروض غادي تجي واحد يعني شركة خاصة وفق دفتر التحملات هذا دفتر التحملات فيه تفاصيل استفادة من دفاتر التحملات التي كانت في السابق وأضيف مجموعة من الأمور اللي هي أثيرت الآن في النقاش أولا نلزم المفوض له بالقيام باستثمار من أجل التأهيل ديال المسبح وكذلك التأهيل دياله حتى يصبح مسبحا على طول السنة يعني التسخين والتغطية هذا في الشق ديال الاستثمارات لأن دابا المشكل اللي كاين في الصيف ما كافيش وما خصو أصلا يتأهل للصيف وبطبيعة الحال في الأيام الأخرى الجو ديال فاس راه معروف لا يستثمر ولا يستغل فلذلك ألزمنا الشركة المفوض لها باستثمار فيه الجانب ديال التسخين وفيه الجانب ديال التغطية بالإضافة للتأهيل ديال المسبح ولمرافق المسبح هذا الشق الأول الشق الثاني هو المتعلق بالتعريفة لأن احنا دفتر التحملات بطبيعة الحال ملي غادي نعلنوه للعموم غادي تجي عروض هذيك العروض غادي تجي بناء على واحد التوازن مالي هذه شركة غادي تجي باش تربح ولكن احنا لزمناها
اللي بغى يدخل على هذا الشيء غيدخل عليه هكذا، غيدخل على الاستثمار وغيدخل على واحد السياسه تعريفيه يحددها المجلس بما فيه في القرار الجبائي. وفيه اذا السياسه التعريفيه ديال المسبح سيحددها المجلس، هذا اللي غيدخل راه عارف علاش داخل. الشق الثاني وهو ترتو على ما اعتقد احد المستشارات القضيه ديال الفئات الهشه، تم التنصيص صراحه على المجانيه بالنسبه بحال اللي كنا درنا العام اللي فات والعام اللي سبق وما سبق، انه تيكون واحد الحصه مخصصه للفئات الهشه مجانا، حتى هي التنصيص عليها بطبيعه الحال تحدد مع المجلس المعايير. هذا الشق ديال المجانيه. فيما يتعلق بالتعريفات التفضيليه مع نوادي او مع مؤسسات او مثلا مع الجمعيه ديال الجماعه، درنا كذلك الامكانيه ديال ان المفوض له ينبغي ان يراعي هذه الفئات ويدير معها واحد الاتفاقيه ديال التعريفه التفضيليه. عفوا غير باش نلقى الماده. يحق للمفوض اليه ابرام اتفاقيات مع الانديه والنوادي الرياضية وفعالية المجتمع المدني للاستفادة من خدمات المسبح مقابل تعريفات تفضيلية كجزء من سياسته التجارية مع احترام مبدأ المساواة بين المرتفقين. إذا كان هنا لا بد من التنصيص على الموظفين نضيفها، يعني ولكن مش الموظفين ماشي يعني خص تكون واحد الجمعية، يعني الجمعية ديال الموظفين باش يكون اتفاقية ما بين مؤسسة وما بين المؤسسة. نضيف هنا في هذا وجمعية موظفي الجماعة جمعية العمل الاجتماعية بطبيعة الحال، جمعية العمل الاجتماعية تنقصد. ما عندي مانع، أنا من بعد هذا الشيء أقترح على المجلس ما يلي. من بعد الفقرة ديال حقه غادي نقولوا ويعقد المفوض إليه اتفاقية مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة للاستفادة من الخدمات المسبح مقابل تعريفات تفضيلية. ونقطة إلى الصف. إذا غادي تضاف هذه الفقرة من بعد يحق للمفوض إليه إبرام اتفاقيات. إذا هذا هو بصفة عامة الملاحظات اللي بغيت نبديها بخصوص هذه الاتفاقية تفاعلا مع ملاحظتكم. سيد المستشار. لأن فيه تدفئة وغير ذاك أي بمعنى أن امتيازات كثيرة. كيفاش هذا المستثمر غادي يخسر هذه الأموال الطائلة وغادي تكون التعريفة في المتناول ديال هذا يستحيل. ثم شنو القضية أنا اللي طرحت فيها في التساؤل ديالي حول التكوين وخلق المدارس الرياضية، راه جوج دقائق وأنا كندوي فيها وما تعطاش لها، حتى هي أنك خص لا كان ولا بد حتى ينظفوها باش أنه تفتح في وجه الجمعيات الرياضية اللي عند اللي كيكونوا الأطفال ديالنا في العمرات في الفئات العمرية ويكون بالمجان. وشنو هو الفئات الهشة؟ عاوتاني هنايا غادي هذا ما عرفناش، إلا جينا غير المرجة تماك راه كلها هشة. السيد المستشار، راه السيد الرئيس قال واحد الكلمة، قال لك ما لا يدرك كله لا يترك جله. هذا المرفق ماشي مرفق سهل، وفي نفس الوقت دابا إلا حنا قادين ندبروه مباشرة ونديروا اللي بغينا. الا غادي نفوضوا لواحد الشركه خاصه ما يمكنش، راه غيقول لك ما نايضاش. تقول ليه الجمعيه ديال العمل الاجتماعيه الجمعيات الاخرى دير المجانيه دير كذا، غيقول لك والله ودير السقف في التعريفه ما غيجي حتى واحد، وبالتالي غادي نرجعوا نخليوها مسدود. فلذلك خص شويه ديال المروه. مزيان نحرصوا على المرفق العام وعلى الخدمات العامه، ولكن في نفس الوقت راه حنا غنتعاملوا مع شركه خاصه، إذا تقدر تدخل وتوقف. فهذا هو اللي تنترجاكم أنه من نراعيوا هذا التوازن هذا. سيد الرئيس. تتكون هذه الأبطال.
الان الحمد لله راه عندهم مسابيح ديالهم. لا للمغرب الفاسي غادي يكون عندها المسبح ديالها، ولا ليوسف فاز عنده المسبح ديالو، ولا السلام عنده المسبح ديالو. ولا تكون جمعيه اخرى تجي دير الطلب ديالها للجماعه ونصوتوا باش نعطيوها حتى هي قطعه الارض ونساهموا معها في البناء ديال المسبح ديالها وتكوننا الابطال. اذا راه حنا ولكن التخوفات راه مشروعه ديال الاخوان. داكشي علاش. شكرا. تخوفات مشروعه. انا اشكركم على هذا النقاش وعلى هذا التفهم لهذا التوازن الرفيع، لانه هذه مسبح مهم ومرفق مهم وبغينا ندخلوا فيه في مرحله جديده. اتمنى يعني نطلبوا من الله التوفيق لانه ليس من السهل، ولكن بالتعاون ديال الجميع ان شاء الله. اعرض كناش التحملات المتعلق بالتدبير المفوض للمسبح البلدي الحسن الثاني بفاس للتصويت. الموافقون، المعارضون، الممتنعون. صدق المجلس بالاجماع على كناش التحملات المتعلق بالتدبير المفوض للمسبح البلدي الحسن الثاني. ونمر الى نقطه متعلقه باقتناء الجماعه لاوعيه عقاريه لتثبيت واحد. غير نكمل سي انسالي غير سالي سليمنا لتثبيت الباعه المتجولين على مستوى المقاطعات الست التابعه للنفوذ الترابي لجماعه فاس، وهي نقطه وارده علينا من طرف السيد الوالي في اطار البرنامج ديال المعالجه ديال الباعه المتجولين على مستوى المدينه. اعطي الكلمه للسيد كاتب المجلس. في اطار الجهود والمساعي التي يقوم بها مجلس الجماعه والسلطات الولائيه لتنظيم الباعه الجائلين وتحرير الملك العام من الانشطه العشوائيه وتعزيز مرافق القرب، ونظرا لاهميه هذا المشروع وانعكاسته الايجابيه سواء على الانشطه التجاريه المنظمه او على تنظيم فضاءات المدينه وتطبيقها لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، فان هذا الاقتناء معروض على انظار المجلس الموقر قصد التداول والمصادقه. شكرا سيد الرئيس. شكرا. أعرض هذه النقطة للتداول. تفضل السيد المستشار. أين سالي هذه النقطة السيد؟ طلبتي نقطة نظام. بلاتي بلاتي. غنودنو بعدا. دغيا. بلاتي سي العواجي. دغيا 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 سي العواجي. باقي شوية ديال الوقت. سير السي الحدادي سير. توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الباشا، أنا آثرت إلا أن أدلو بدلوي وأتدخل في هذا الموضوع. قبل كل شيء السيد الوالي، ألو؟ لا غير حيت مشى الصوت. السيد الوالي مشكور على طرح هذه النقطة. السيد الرئيس، شيء يثلج الصدر أنه الجماعة ستشارك بإيجاد وعاء عقاري لهذه الباعة لهذه الشريحة من المواطنين. إنما السيد الرئيس، أنا أقول على أنه هذه الباعة المتجولين يؤرقون الساكنة. أصبح هاجس الساكنة هو هاد الباعة المتجولين المنتشرين في كل أنحاء المدينة، والانتشار خطير، هو انتشار عشوائي وبامتياز. ترى الباعة المتجولين، الباعة المتجولين هو كما قلت اللي تتعانيها الجماعة على فترات مضت، وهناك أسواق متعددة أنشئت في الفترات السابقة ديال الجماعات المتتالية ديال المجالس المتتالية عفوا، من 92 ل 97 ل 2003 ل 2009 ل 2016 إلى الآن. أنا ما أطرحه السيد الرئيس، هاد الكفاءات اللي كاينة من الجماعات محلية وسلطات محلية أفكارها ما زالت تراوح
مكانها من 92 إلى الآن ولم تجد حلا ناجعا لهذه الشريعة. أنا تنقول إيجاد أوعية عقارية من أجل ترحيل باعة متجولين إليها ليس بحل، حل من واحد الجانب ولكن ليس بحل كلي، تيبقى المشكل دائما قائم لأنه تنشأت أسواق، وأسواق على سبيل المثال تنشئ سوق ديال الحافد مولاي إدريس، تنشئ سوق البرنية، أنا تنعطي مثال بالجماعة بالمقاطعة المارينيين، تنشئ سوق ديال البورنيات، تنشئ سوق ديال حي التقدم، تنشئ سوق في حي واد فاس وهو سوق ديال الخواص، ولكن عمره ما كان الحل. إذن واش الحل؟ هو أننا نهجو داك النهج اللي سبقنا درناه وما عطاش النتائج. ملي حصينا السيد الرئيس عدد الباعة المتجولين المتواجدين في منطقة معينة، وحصينا عدد الأماكن التجارية الفارغة، لقينا عدد الأماكن التجارية الفارغة أكثر من عدد الباعة المتجولين، زيادة على أنه هاد الأسواق اللي نشأنا هي الآن أسواق فارغة، جلها فارغة، ما غادي نقولوا شيء فارغة كلها ولكن جلها فارغة، ما مملوء منها إلا الواجهات اللي تيمروا منها المواطنين. ولكن احنا دائما هذه هي حالتنا، أننا نوجد سوق أو نوجد ساحة اللي نديروا فيها باعة متجولين. واش ما فكرناش على أننا خصنا نشوفوا واحد الحد؟ أنا سؤالي تنتوجه للسيد الباشا في أكدال، السيد الباشا في أكدال كان واحد الباشا سابق سي بوجرنيجة، كان تيسلك واحد المسلك هائل جدا، وكنا مرتاحين نسبيا من الباعة المتجولين داخل المدينة الجديدة أكدال على الأقل اللي تعتبر واجهة ديال مدينة فاس. ولهذا تنقول لكم السيد الرئيس، إذا بحثت الجماعة على أوعية عقارية من أجل اقتنائها فلتبحث ما أمكن بعض الأماكن اللي هي بعيدة، لأنه النموذج السيد الرئيس هو السويقة الآن اللي كاينة في واد فاس. الساكنة رحلت نعماس، الساكنة باعت الممتلكات ديالها ورحلت، وبقات المساكين خاوية فارغة، لأنه الباعة المتجولين بقوا تبيعوا لهم في الدروج. كل الحي المتشبر للسويقة ما بقاتش عنده حر، ولا اش غادي نقول لك، هو عبارة عن مجمع للزبونية وللصوص وللناس النشالة، ولواحد العدد ديال الآن اللي راها حطمت الرقم القياسي في مدينة فاس. ولهذا أرجوكم السيد الرئيس، راه ماشي حل هو أننا نبحثوا على وعاء عقاري ونملؤوا فيه الباعة المتجولين باش يجيو هاد الباعة المتجولين يعمروه ويجيو وحدين ويعمروا نفس الأماكن، وستبقى الحالة على ما هي عليه ولا شك قطعا 1000%. ولهذا يجب البحث على حل، ما غنقولوا شيء ناجع ومفيد ولكن على الأقل حل نسبي. شكرا. شكرا سيد المستشار. تفضل سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. شكرا سيد الرئيس، سيد مؤتي السلطان، السادة نواب الرئيس، السادة الرؤساء، السادة المستشارين المحترمين، السادة رجال ونساء الصحافة طبيعة الحال، السادة رجال أو إداريو السلطة. بخصوص هذه النقطة، ما أردت أن تفوتني هذه الفرصة لأشكر السلطة أولا على الاهتمام ديالها
هاد الفئة ديال الباعة المتجولين من جهة، والحفاظ على كرامتهم حتى يصوروا بين قوسين هذاك الطريف ديال الخبز، إذا ويحرموا أو يفروا الكرامة ديالهم ولذويهم. لن أتكلم في الموضوع على كل الجماعة ديال فاس، وإنما سأقتصر على مدينة فاس، على مدينة القديمة لفاس، مقاطعة فاس، خاصة وأن هنايا القطع المطلوب لنزع ملكية فيها هي تهم منطقة الفخارين، ومن تنقول الفخارين يعني باب الخوخة. وهنايا كنشد على هذا الشكر للسلطة، لأن بالفعل هذه المنطقة هذه اللي هي من البوابات الرئيسية لمدينة فاس، والتي تعيش حاليا انسدادا كيأثر بشكل سلبي على النشاط أو مجموع الأنشطة اللي كتعرفها عدوة الأندلس. وبالتالي كان من الهم ديالنا الرئيسي في هذه البداية للولاية هذه هو أننا نفتحوا هذه البوابة هذه، وذلك من جهتنا الجماعة والمقاطعة بتنظيم ما هو مرخص له من استغلال للتجار والمقاهي، وكان ذلك من شأننا فيما يسمى بالضفة أو ما يمكن أن نعتبره الضفة المقابلة مدرسة حي الشهداء، واللي نقول لكم على أن فيها قهوة اللي تعرف المنطقة، قهوة ديال الزاج كانت في ملكية ديال واحد الأقارب قريب ليلي، واللي تنعرف أنها مدة ديال 50 سنة، وهذا الاستغلال ديالها كان إلى حدود نهاية الرصيف يعني على البوردور. ونتيجة الحمد لله التدخل ديال الجماعة إلى ما قلت 70 إلى 80% من هذوك التجار أرجعوا وخداوا الحقوق ديالهم اللي كتسمح لها بهم الجماعة وتأديوا واعترفوا بالأداء ديالها. بقى في المقابل السور المحادي للمدرسة ديال حي الشهداء، واللي كانت يعرف هذه العشوائية في الاستغلال، وأن المارة ما تلقاوش منين يدوزوا إلا من الشارع أو من الزنقة يعني من طريق ديال مرور السيارات، مما يشكل خطرا على حياتهم، وهذا عشناف حوادث في طريق جديدة. إذن الحل كان نسبيا في إطار مبادرة للتنمية البشرية بإنشاء هذه الأكشاك، إنما وللأسف هي عشوائية ضمن تنظيم من الدماو عشوائية، يعني أنه رجعنا للحالة اللي ما كانت عليها في إطار هذا التنظيم هذا. الآن تنشوفوا على أنه السلطة مشكورة قدمت بواحد 4 ديال العقارات أو 5 ديال العقارات بدون أولا ما تشركنا في العملية ديال التنظيم الأولى اللي هي ضمن المبادرة، باش نكون على الأقل عندنا المعطيات ونعطيو الحلول الممكنة. لأنني تنقول سيد الرئيس أنه في المنطقة هذا من الهموم ديالنا الرئيسية، وبالفعل بغينا هذه المنطقة تنظم، وإنما بالمشاركة، لأننا عندنا اقتراح ديال عقارات جماعية موجودة تمايا، ما يحتاجوش أن نقتنيوها، موجودة ويجب حسن الاستغلال ديالها. فهاد القضية اللي كنذكروا عليها ديال الباعة المتجولين، عندنا مثال آخر ديال كما قال سي الحداد آخر المستدخل ديال وجود سوق فارغ على عروشه، وهو السوق ديال راس القليعة، خاوي في عدد كبير ديال المتاجر. هذا تنقول خاصنا بالنسبة لمقاطعة فاس مدينة، خاصنا السلطة تجلس معنا ونشوفوا بعدا المعطيات فيما يخص أعداد ديال هاد الناس هادو، وديال ما هو موجود لدى الجماعة، وعاد نشوفوا اقتناء من بعد. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر موصول للجميع. بداية نشكر السلطة على اقتراح هذا يعني الأوعية العقارية، ولكن كان سابقا السيد الوالي مشكور كان اقترح واحد 3 الوعاءات عقارية، ولكن تراجع في آخر لحظة على ديك الاقتراحات، ما عرفناش السبب. كان بودينا نعرفه كأعضاء في المجلس نعرفه السبب علاش تراجع على ديك
الاقتراحات. وبحكم تواجدي بمنطقة جنان الورد كاين واحد الوعاء عقاري اللي كان ترحلوا منه الناس مشاو لبن جليق. هذاك الوعاء العقاري مازال مبني الان بالفرينات بكل شيء، والان مازال منه شي بعد شي ثلاثه ولا اربعه كاينين وكيتكاثروا. والجماعه مطلوب منها مسؤوله انها ترحل ديك او تهدم ديك الفرينات، لانه ديك المجال هو مجال للجريمه، وراه تقتل تما واحد السيد لقاوه مقتول تما، حتى الامن كيشاكي من ديك البلاصه هذيك، لان ملي كيطارد المجرمين كيهربوا له تما وما عندوش كيدير دخول تما، لان لابيغاند تما متاهه. وبالتالي الجماعه يتعين عليها انها تدخل ديك المنطقه هذيك منطقه عوين الشمع، وهي على بعد 200 متر تقريبا مفتوح، وتوفر هي شويه الولوجيه، يعني الطريق راه مواطيه كانت تصوب الولوجيه، لان باش تعطي واحد الاستقطاب واحد الجاذبيه للمجال اللي غيكون فيه الباعه المتزولين خاص ضروري شويه من الولوجيه باش ما تكونش العزله. عندنا باب مفتوح الستوب ديال الجماعه مشكوره صوبات، ولكن عندنا ثلاثه الباعه جائلين ولا اربعه، واحد كيبيع الفواكه داير تما شاليه كيبيع جميع انواع الفواكه لا يعقل، وكاري 2000 درهم في الشهر. وهضرنا مع السلطات، هضرنا معهم هادي عامين ونص ولا حياه لمن تنادي. وبالتالي كيوقع تما يعني واحد الاكتظاظ مهول، وخصوصا ان المدخل ديال المقبره. وبالتالي يعني نهيب بكم ان بعد هذيك منطقه بنجليق ان الجماعه تدخل فيها، لان تواصلنا مع الاخوان ومازال ما كاين انها تشوف ديك البلاصه، لانها تؤذينا كثيرا. مازال الناس كيشعلوا تما الدخان بالليل، واحد داير تما داير المخاله كيجيب ديك شي مهبه ودب كيشعل العافيه في الروايد، وراه كارثه. وشكرا. تفضل السيد. خلي السيد. السيد الرئيس، حقيقة إشكالية ديال احتلال الملك العام في مدينة فاس هي إشكالية اللي تتعيشها المدينة منذ سنين طويلة، وأصبحت تؤرق حالة الحالة هذه، تؤرق حالة السكينة مع كامل الأسف. العرض ديال الحاضر الآن المتعلق باقتناء الجماعة لأوعية عقارية لتثبيت الباعة المتجولين ما يمكن لنا غير نتمنوه، ولكن تنشوف هنايا ما كاينش مقاطعه ديال اكدال. اشكاليه ديال الاحتلال الملك العام في اكدال اللي هي القلب النابض لمدينه فاس راه اشكاليه كبيره. ما كاينش نهائيا حتى شي وعاء هنايا مدرج. يكفي انه تشوف من بعد الصلوات أربعة ولا ثلاثة اللي تيكون العصر والمغرب والعشاء، المسجد المساجد ديال تجمع تيون المسجد ديال تونس إشكالية كبيرة حداهم. بالنسبة للسايس كاين هنا وعاء ديال 633 متر مربع، تنعرفوا الإشكالية اللي كاينة في الباب ديال عوين الحجاج مسدودة في مرة. احتلال دائم وعلى طول النهار للملك العام وللطريق العامة مسدودة، ما بقاتش الدورة تمايا من جهة ديال الدخلة ديال عوين الحجاج والجهة ديال المرابطين نهائيا. إذن هذا الموقع هذا ديال النور شكون اللي غادي يمشي لهم مبدئيا؟ بالنسبة للسيد الرئيس شحال فيه ديال العقارات، وكيفاش هادي ديروا خاص راه حل اللي يكون شمولي ماشي غير نوفروا لهاد الباعة المتجولين، نوفروا لهم الأمكنة باش يرحلوا، راه خص نخدم هما يتكاثرون يتناسلون. كيفاش المنطقة اللي تحررت ما بقيش يوليو لها وحدين أخرين؟ راه الحل ما هوش أننا نبقاو نوفروا كل نوبة واحد المناطق ولا مواقع اللي غادي نسألهم فيها مراكز اللي غادي يحفظوا فيها ما وجههم كرامتهم. فعلا هذا إشكالية اللي مشكور المجلس ومشكورة السلطات المحلية على اشتغال على هذا الجانب، ولكن كيفاش هادي نديرو باش يكون تثبيت وتحرير الملك العام بصفة كاملة وشمولية، يكون حل جذري لهذه الإشكالية.
راه مازال ما وصلناش لقاو هنايا في فاس حل الاشكاليه اللي هي معضله تعيشها لا الساكنه ولا الناس اللي عندهم تجار الاخرين ولا المارون ولا وتيمكن ليها كاع تعطي اشكاليه ديال ديزاكسيدون بعد النوبات. وكاين هناك الان كاين بعض المواقع اللي كاينين فيها شي وحدين تفرضوا اتوات وتيدخلوا منها. شنو تدير السلطه؟ شنو تدير مجلس الجامعه؟ اتساءل عن الحل الجذري. يمكن خاصة واحد اللجنه اللي تحاول تقرر وتشوف بشكل شمولي الاشكاليه ديال هذا التحرير ديال الملك العام. وشكرا. شكرا السيد الرئيس المحترم. اخوان اخواتي، الواقع ان هذا موضوع اللي واحد العدد الناس يخافوا يهضروا فيه اولا، وتيخافوا يهضروا فيه لانه تيخافوا ماشي من المشاكل ديالو، لان هذا موضوع يهم 4 ولا 5 ديال الفئات في المجتمع. يهم الباعة المتجولين اللي احنا جميعا الهم ديالنا هو نوجد لهم حل باش يمكن لهم يستقروا في واحد المكان ويبيعوا ويشريوا ويصوروا واحد طرد الخبز لوليداتهم، وهذا يهمنا جميعا، وحتى واحد ما ضد هذا سميته. كذلك تتهمنا الساكنه اللي خصها تعيش في راحه من الضجيج ومن العراقيل ديال السير داخل الشوارع ديالها. كذلك تيهمنا التجار اللي تيأديو ضرائب وعندهم محلات ديالهم وخصهم يبيعوا ويشريوا ويدخلوا حتى هما المصروف لوليداتهم. وكذلك تتهمنا الجماليه ديال المدينه اللي حنا مسؤولين عليها. اذا هذه مواضيع اظن انه باش يمكننا غير نقللوا من المشاكل، مستحيل نقضيو على المشاكل، لان الاخوان راهم تذكروا في هذا الموضوع هذا. الله يكون في العوان الناس، راه ما تصخرش دير تبيع في الزنقه اللي وجبرت ما دير ما احسن منها. ولكن اظن انه اختيار المحلات، اختيار الاسواق للبائع المتجولين هو اللي يمكن يحل المشكل. لان المشكل اللي طرح الاخ سي محمد الحداد هو انه واحد السوق جا في وسط الساكنه، ما خالق فوضى. الناس باغيين البائع المتجولين يبيعوا ويشريوا، ولكن باغيين هما يسكنوا عاود في الراحه والطمانينه. لهذا اختيار المواقع، وهنا انا تنشيد بالسوق اللي تندار اخيرا في مقاطعه اكدال وفي حي الادارسه. سوق اولا قريب للساكنه، يمكن لا تخرج تشري وتبيع فيه سميتو. ثانيا الجماليه ديالو، الناحيه الجماليه، سوق يمكن الانسان يدخل له ويتبضع منه وهو مرتاح. ثالثا انه ساكنه شعرت بواحد النوع من الطمانينه في ذاك الشوارع ديال السعاده وديال حي زازا، لانه هذا السوق مشى لسميتو. اولا ما بعدش على السكان، بقى في نفس المنطقه. ثانيا انه محمي وداير بالاسوار وداير بسميتو. بقات مشكل ديال التسقيف ديالو، تنطلبوا من الجماعه انها تخرج واحد الميزانيه باش نسقفوا، لانه كاين طرف اللي مسقف وطرف اللي ما مسقفش. وهنا تجي سميتو، هنا الفرق ما بين موقع مختار بعنايه وموقع عشوائي غير باش نحلوا واحد المشكل. هنا عندنا دابا تنعطيكم جوج الامثله في اكدال، السوق ديال الادارسه، وعندنا السوق اللي في رافه.
السوق لي برافا هو يلاه جوج حوان ثلاثه اللي في القدام ومن اللي حالين البقيه كلها على برا. علاش؟ لانه بعيد على الناس، يمكن لهمش يجيو تال تما باش يشري الخضره ولا يشري هذا. لهذا المواقع ثم المواقع ثم المواقع خصها تكون مختاره بعنايه، تكون المساحه ديالها كبيره وتكون الجماليه في ترتيب هاد الناس هادو باش هما يبيعوا ويشريوا مرتاحين والساكنه تشري مرتاحه. وشكرا. شكرا السيدات والسادة المستشارين. هو هذا النقاش في هذا الموضوع مهم ومهم جدا، وانا تنعتقد الا كان شي موضوع اللي عليه اتفاق في المقاربه هو هذا، باعتبار ان احنا كاملين تنقولوا هاد الباعة المتجولين هؤلاء مواطنون ينبغي ان يحصلوا على لقمة العيش، ولكن في نفس الوقت كاين ساكنة تعاني من الازعاج الذي يحصل والطرقات وسب الطرقات. المقاربة التي اعتمدت وسبق وان ذكرت بها، لان هذا الموضوع كل تقريبا كل دورة تجي مقاربة، كاين على مستوى الولاية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتوفر اعتمادات يا إما لبناء الأسواق وإما للتجهيز. بطبيعة الحال المبادرة خصها أوعية عقارية اللي على أساسها يا إما تقام أسواق بطريقة جميلة أو يعني تسند التجهيزات. والطرف الثالث في العملية وهو الجمعيات ديال الباعة المتجولين اللي هما باش تحافظوا على، عطى السيد الرئيس بعض الأمثلة، الجمعيات تحافظ على ديك الاستثمار الذي أقيم في ذلك الموقع، ماشي عاوتاني نسمحوا فيه. فهاد المقاربة الجماعة الدور ديالها هو المواكبة، سواء من حيث توفير الوعاء العقاري أو المواكبة من حيث الاختيار. هذا الاقتراح ديال السيد الوالي إلا كانت مقترحات أخرى، أنا أهيب بجميع المستشارين والمستشارات سواء بالنسبة للأسواق اللي هي مسدودة اللي تيقولوا مسدودة، أو إلا كان عندهم ملاحظات على أوعية عقارية أو عندهم اقتراحات ديال أوعية عقارية. أنا إلا كانت في, 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 في الملكية الجماعة راه سهلت الأمر، أولا التعبئة ديالها بسرعة وتتم العملية بسرعة. دابا هذه اللي تتكون في ملك الخواص راه ما هي وما لونها، راه دابا هذه غير بداية الطريق، خص عاد واحد مجموعة من المساطر القانونية والتوفير ديال الاعتمادات المالية. فالأمر ديال الملاحظة والاستدراك على المواقع هو مفتوح، إذا كانت مقترحات أنا مستعد نتوصل بها وأن أدافع عليها، سواء من حيث المواقع لأنه المستشارين والمستشارات أعلموا من اي واحد بالمواقع شنو هي المواقع اللي. دابا نعطيكم مثال، هذا ديال شي احد المستشارين تارو المثال ديال مسجد الامام مالك ديال التجمعتي وديال شارع لالا مريم. حنا مستعدين بغينا نديروا معاه نفس المقاربه اللي دارت في السعاده، اللي دارت في سوق بهيج واللي دارت في السعاده. تنبحثوا على وعاء عقاري، مشينا كاين واحد الوعاء عقاري ديال الجماعه من الجهه ديال البومبا، راه غير دارت عليه الهضره جات الملاحظات، لان عاوتاني قال لك ايوا غادي وطبيعي، لانه حنا في هذا الشيء ديال اختيار المواقع راه في نفس الوقت تنحاولوا نوفروا وفي نفس الوقت تسمع، خصك تشوف ردود الافعال ديال 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 الناس. لان دابا في اكدال عندنا اشكاليه، السيد المستشار قال لك اكدال ما درتيهاش، اكدال كاين اشكاليه ديال العقار، ديال توفير العقار، لا هاد الجماعه ولا هاد الخواص، هذا ديال سوق بهيج، هذيك جات تما واحد القطعه قريبه على المدرسه جات. ولكن بالنسبه للشارع لالا مريم والمسجد الامام مالك راه ما زلنا الى يومنا هذا نبحث على بديل، تنقولوا باش لان في النهايه باش تنجح العمليه خصك توفر واحد البديل. فالمقاربه هي هذه متفقين عليها. حي واد فاس، راه الاخ احد المستشارين قال لك يؤرق، وراه يؤرق هذاك حي فاس. انا عندي اشكاليات فيه لعده مرات، الساكنه جات عندي وجلست معها تنعالجوا، مشينا قلبنا على واحد القطعه ارضيه ديال السجي، ولكن دائما تطرح الاشكال ديال التغيير ديال المكان، راه داك الشيء ماشي غير ثقافي حتى نفسي، واحد الوقت كل شيء تيولف، الساكنه ما تتولفش تعاني،
ولكن اللي هو الباعة المتجولين واللي تيجيو يشريو من عندهم راهم تيولفوا. الذي يعاني هو اللي تما في السكينه. هذاك المشكل ديال واد فاس مشكل حقيقي. فحنا تنشتغلوا بهذه المقاربه، وانا قلت لكم انا مستعد الى كانت مقترحات حول اسواق اللي هي يعني مغلوقه وتقدر تعالج الاشكال، او حتى مقترحات ديال الاوعيه العقاريه سواء كانت تابعه للجماعه او تابعه للخواص اللي يمكن تكون حل، فنحن مستعدون. الى ما بقاش شي حاجه في هذه النقطه اعرضها للتصويت. موافقون؟ المعارضون؟ الممتنعون؟ صدق المجلس بالاجماع على مقترح اقتناء الجماعه لاوعيه عقاريه متعلقه بالباعه المتجولين. سي العواجي واش غير نساليو؟ راه قربنا نساليو، قربنا غادي نصليو، غنصليو غنصليو غادي نصليو غادي نصليو. اشوف تندير واحد القضيه في البرلمان، هو السي جواد حمدون تيعرفها، انا نقولها لك بغيتك تعرفها، على داكشي بغيتك تعرفها. الجلسه ديال العمل مستمره، اللي بغات يمشي يصلي تيصلي، تنصليو راه هادشي راه زعما كاين. اما نوقفوا الجلسه للصلاه ما عندها حتى معنى. لا باس سي العواج، راه قربنا نساليو سي العواج، غير خلينا. اذا لا بطبيعة الحال حنا النقط ديالك درنا، النقط ديالك كيف جاتنا حطيناها، ما بغيناش ندخلوا في التفاصيل واش مقبولة واش ماشي مقبولة قانونيا، عندنا عليها ملاحظات، ولكن أنا خديت واحد القاعدة، اللي رسل شي نقطة غنديرها إذا ما كانت. دابا حنا غادي نكملوا السيد المستشار. نمر للنقطة المتعلقة بتحيين قيمة تفويت الشقق والمتاجر والمستودعات والمكاتب التابعة لمركب الحرية. السيد كاتب المجلس. يعتبر ملف مركب سكني وتجاري الجماعي الحرية من بين الملفات العالقة التي انكبت المجلس الجماعي، وبالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية على الاستمرار في تسوية وضعيتها العقارية والقانونية والمالية وتطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية، فإن تحيين قيمة التفويت معروض على أنظار المجلس الموقر قصد التداول والمصادقة. شكرا سيد الرئيس. هذا الملف تتعرفوه جميعا، ملف ديال مركب الحرية، دخلنا مع المصالح المركزيه ديال وزاره الداخليه باش نشوفوا شنو هو الحل، لانه كاين واحد اللائحه في المرسوم الاصلي بطبيعه الحل الحياه هذه. هذاك المرسوم الاصلي هناك من فوته وهناك من فوت الى من. فالمقترحات ديال وزاره الداخليه، اولا بعدا ينبغي تحيين ديال القيمه ديال التفويت، لانه هذيك الاثمنه مر عليها سنوات وبالتالي التحيين. فاذا المقترح ديال المشروع ديال القرار اللي جانا وهو بتحيين القيمه 10% بالنسبه للتجاري. بطبيعه الحال هذا المقترح خضع للجنه ديال التقييم، اللجنه اللي هي فيها المصالح ديال الجماعه، المصالح ديال الولايه، والمصالح الضريبيه الى اخره. فاقترحت 10%، تنتكلموا على 10% اللي عاد غادي يدخلوا، ماشي للناس القدام اللي عندهم الثمن، اللي عندهم حقوق مكتسبه بين قوسين ليس هناك عليهم. 10% بالنسبه للمحلات التجاريه و 8% بالنسبه للسكن. هذا من بين النقط اللي غتساعد على ان هذا الملف هذا نعالجوه بسرعه اذا امكن ذلك، فهذا الامر مفتوح للنقاش. تفضل السيد الرئيس. سيد الرئيس هذه النقطة دقيقة باش نجاوب عليها بدقة باش من
بخصوص هذه النقطة سيد الرئيس، احنا كنهضروا على بالنسبة للناس اللي عندهم لي تيتر ديالهم وتأدى تجميع وخرجوا في المرسوم الأولاني، هادو ما كنهضروش عليهم، ما غاديش تطبق عليهم الزيادة، غادي تطبق الزيادة على الناس اللي ما خرجوش في المرسوم واللي كانوا حصلوا على تنازلات من أطراف وحدين أخرين، وناس اللي عطاو تصبيقات زاهدة جدا ما كتلقاش القيمة الحقيقية ديال دوك العقارات سواء المحلات أو سكن. الشراء من عند البلدية راه كاين في المرسوم، لا اللي ما خرجش في المرسوم هذا كلام اخر، لان مشى، لان الا تذكرتوا في اخر 2015 مشى الملف لوزاره الداخليه من اجل تحيل المرسوم ورجع. من بين الملاحظات هذه القضيه ديال التقييم ديال القيمه ديال القيمه ديال هذاك، فاللي هو في المرسوم تعتبر بحال المالك الاصلي، اللي من غير المرسوم فيه مشكله، اللي من غير المرسوم سيعتبر بانه غادي يشري بحال اللي غادي يشري من جديد بين قوسين، فلذلك تطبق عليه الاثمنه الجديده 10% ديال الزياده بالنسبه للتجاري و8% بالنسبه ديال الزياده بالنسبه للسكن. هذا هو اللي كاين. اعرض هذه النقطه للتصويت. تحيين الموافقون، المعارضون، الممتنعون. صدق المجلس بالإجماع على تحيين قيمة تفويت الشقق والمتاجر والمستودعات والمكاتب التابعة لمركب الحرية. نقطة المتعلقة بنزع ملكية قطعة أرضية لإحداث مقبرة جماعية مقبرة جماعية للدفن. سيد كاتب المجلس. النقطة المتعلقة بالموافقة المبدئية على مشروع نزع ملكية القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري 07/25/695 البالغ مساحتها 95196 متر مربع الكائنة بتغات التابعة للأملاك الأوقاف والشؤون الإسلامية لإحداث مقبرة جماعية لدفن أموات المسلمين وتطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية، فإن مشروع هذا القرار معروض على أنظار المجلس الموقر قصد التداول والمصادقة. شكرا سيد الرئيس. شكرا. أعرض هذه النقطة للتصويت. الموافقون، المعارضون. تفضل سي حتى تفضل. كاين هذا الإشكال، يجب أن يناقش مع وزارة الأوقاف ووزارة الداخلية وإذا كانت شي أطراف معنية في الموضوع. شكرا. شكرا. السيد المستشار، علاش مرينا لهذا المسطر؟ أنا شخصيا فاتحت السيد وزير الأوقاف في الموضوع حول إشكالية مقابر الدفن بمدينة فاس، وقلت له بأن عندنا إمكانيات عقارية تتوفر عليها وزارة الأوقاف، جاوبني بالشرع وبالقانون، قال لي الأوقاف لا يمكن يعني التصرف فيها إلا بمقابل بمقتضى المدونة ديال الأوقاف، تيقول لك هذه أوقاف وقفوها الناس على وقف، وبالتالي ما يمكنش الجماعة تتصرف فيها ولا أنا نعطيها لك بدون مقابل. فبعد ذلك جاءنا لهذا المسطرة، جاءنا ديال المسطرة ديال نزع الملكية، تيقول لك ما كاينش، راه المدونة الأوقاف واضحة ما كاينش نزع الملكية بدون مقابل. فعلى داك الشيء مرينا بالموافقة المبدئية باش نفتحوا معاهم النقاش حول
يعني ان الجماعه تملكها بمقابل ينبغي الاتفاق عليه، فما كاينش شي مصدر اخرى من غير هذا الشيء. اعرض هذه النقطه للتصويت. موافقون؟ المعارضون؟ الممتنعون؟ صادق المجلس على بالموافقه المبدئيه على مشروع نزع ملكيه القطعه الارضيه المحدده الرسم في النقطه 25. ونمر الى النقطه المتعلقه بمشروع قرار تخطيط حدود الطريق العام الكائنه بحي السعاده مقطعه مذكره عرض المتعلقه بمشروع قرار تحديد الطريق العام الكائنه بحي السعاده مقطعه اكدال. قد تم دراسه مشروع هذا القرار من طرف اللجنه المكلفه بالبيئه والتعمير، وتطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحليه، فان مشروع هذا القرار معروض على انظار المجلس الموقر قصد التداول والمصادقه. لا اذا افتح باب التداول في هذه النقطه. أعرض هذه النقطة للتصويت. موافقون؟ معارضون؟ الممتنعون؟ صدق المجلس بالإجماع على مشروع قرار تخطيط حدود الطريق العامة الكائنة بحي السعادة مقاطعة أكدال. ونمر إلى النقاط المقترحة من طرف السيد المستشار عبد الواحد العواجي، وهي النقطة 27 28 29 30 المتعلقة بالموارد البشرية، بالوعاء العقاري، بالمحطة الطرقية، بالسير والجولان بالمدينة، وأعطيه الكلمة لتقديم هذه النقط. تفضل السيد المستشار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين. السيد الرئيس، كنشكركم وكنشكروا المجلس الموقر على التفاعل ديالكم لإدراج هذه النقاط. كما لا يخفى عليكم فإن قطاع الجماعات المحلية لا يزال يعتبر كابوسا حقيقيا لدى المواطنين الذين يلجؤون للاستفادة من خدماته. وقد سبق للعاهل المغربي نصره الله أن أعطى تشخيصا حقيقيا حول واقع الإدارة المغربية التي تتميز بالرداءة وضعف المردودية نظرا لانعدام الكفاءات لدى العديد من الموظفين، كنقصدش الموظفين كلهم، وفي غياب حس المسؤولية لديهم، الأمر الذي يدفعهم إلى لا مبالاة والاستهتار وللرفع من جودة الخدمات داخل القطاع. أصبح من الضروري توفير الموارد البشرية المؤهلة وتمكينها من تكوين مستمر وإرساء قواعد التتبع والمراقبة والتقييم ثم التحفيز على غرار ما هو معمول به في القطاع الخاص، مع إرساء قواعد الحكامة وتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي هذا الصدد سيد الرئيس، نسجل بكل أسف الخصاص في الأطر المهول والمسؤولة بمقاطعة جنان الورد على غرار المقاطعات الأخرى، لا من حيث الكم أو الكيف، بل أصبحت سيد الرئيس مقاطعة جنان الورد ملجأ للمغضوب عليهم وفزعة اللي ولا كيخلعوا بها الموظفين. مجموعة من المرافق من حيث الكم والكيف، بل أصبحت ملجأ كما قلت للمغضوب عليهم في غياب الكفاءة والمردودية والضمير المهني لديهم. والغريب في الأمر أن مجموعة من المرافق الحيوية داخل الجامعة السيد الرئيس ولا داخل المقاطعات يسيرها عرضيين. أخص بالذكر لطعن بي السيد الرئيس، عرضيين يحتاجون لمن يؤطرهم
وهنا يطرح السؤال السيد الرئيس عن المسؤولية الملقاة على عاتقهم في حال لا قدر الله شيخ أو وقعوا عدة مشاكل لدى عائلة على عاتقهم في حال خلل وضمان السير العادي والقانوني وتحمل المسؤولية في تدبير الشأن العام في إطار سيادة دولة الحق والقانون. من خلال قراءتنا السيد الرئيس للتوزيع الجغرافي للموظفين على صعيد المقاطعات يتبين ما يلي: مقاطعة أكدال 300 الموظفين، مقاطعة المرينيين 290 الموظفين، مقاطعة سايس 210، مقاطعة زواغة 170، مقاطعة فاس المدينة 180، وأخيرا جنار الورد 108. كأن المقاطعة جنار الورد ولا زواغة خلقت من أجل التهميش. إذ يتبين من خلال تحليلنا للأرقام جليا الحيف والتهميش التي تعرفه المقاطعة واستكمال مسلسل لا مبالاة للمسؤولين الجماعيين الحاليين على ما كانت تعرفها المقاطعة سابقا، وكأن هذه المقاطعة لا تدخل في حساباتكم سيد الرئيس السياسية ولا الثقافية ولا التنموية في ظل غياب منطق المساواة وتكافؤ الفرص في كل الاختيارات، في ظل تكريس الفئوية بين الموظفين، وكأن الموظف الذي يشتغل في هذه المقاطعة أو المحال عليها يعتبر من الدرجة المتدنية وناقص الكفاءة والمردودية، مع العلم أن هناك بعض الأطر داخل هذه المقاطعة تتميز بالكفاءة ومشهود لها بذلك، والحمد لله ما موقع لا تزوير في الموظفين ديالها ولا النواب ديالها ولا المستشارين ديالها على غرار ما يقع في مقاطعة أخرى، ولم تحفز ولم تعطى لها العناية اللازمة كباقي الموظفين المتواجدين بالجماعة. لذا السيد الرئيس يتعين رفع الحيف على هذه المقاطعة من خلال التوزيع العادل للأطر وخلق حركية على جميع المستويات. السيد الرئيس راهم كانوا إخوان ديالنا مستشارين في حقبات سابقة ولاو موظفين ومازالين تما موظفين، ومع الأسف مازالوا مبغاوش يتبلوروا مع أنهم راه مبقاش مستشار، راه مبقاش مستشار، راه موظف على جميع المستويات، حيث يتسنى لجميع الموظفين الاشتغال في كل المقاطعات على غرار ما تقوم به مجموعة من المؤسسات للرفع من جودة الخدمات ولتفادي تكريس الزبونية والفساد الإداري. السيد الرئيس مؤخرا أنا مشيت لزواغة، مشيت ناخذ واحد الإبراء، قالوا لي سير للمرينيين، مشيت للمرينيين السيد الرئيس، ثلاثة الموظفين خدامين مساكن وما عندهمش حتى المقومات، وقابطين جوج المقاطعات مقومات، باغيين غير بيسيات، كاينين بيسي كيتناوبوا عليه ومن داك النوع ديال البيسي القديم. وشكرا السيد الرئيس. افتح الباب للمناقشة. طبعا الحالة دي النقطة غير معنية بالتصويت، هي نقطة إخبارية، إذا كان يرغب السيدات والسادة أعضاء المجلس في مناقشتها فمرحبا. نمر إلى النقطة الموالية، وضعية الوعاء العقاري الجماعة. السيد الرئيس كان درت لك هذه مراسلة وحطيتها لك من الأحسن. الوعاء العقاري لا زال مسلسل استنزاف الأراضي والاستحواذ عليها من طرف مافيا العقار بمقاطعة جنال الورد في استمرار متزايد وبأشكال متنوعة، حيث تلجأ إلى تكييف بعض الرسوم العدلية بإعاز من طرف بعض العدول سمحهم الله الذين يتقنون
التحايل على القوانين المنظمة في هذا المجال، ويقومون بتقسيمات عشوائية تتنافى مع الترسانة القانونية لإحداث التقسيمات والتجزئات العقارية خاصة 25-90، كما أن المصالح الجماعية المكلفة بالممتلكات والتعمير مكنتهم من جميع الشواهد اللازمة للتمليك أو مخالفة الظاهر المنظم للتملص من اللجوء إلى مساطر التحفيظ الجاري بها العمل، الأمر الذي خلق فوضى في المنطقة وفتح شهية المضاربين والصماصرة، وساهم في بروز أحياء ناقصة تجهيز اللي احنا كنعانيو من الناس السيد الرئيس. ساعة ساعة جوج ديور ثلاثة طايحين في جنان الورد، ولا تتوفر فيها شروط جودة البناء والسلامة، بل أكثر من ذلك جل الأملاك الحبسية في مهب الريح في غياب مساطر التحفيظ في شأنها. والسؤال المطروح، ما الغاية في تخصيص أكثر من 80% من أراضي مقاطعة جنان الورد لإعادة الهيكلة؟ السيد الرئيس ملي كنقولوا إعادة الهيكلة احنا كنقولوا الخواض في تصميم التهيئة، حيث يفهم من خلال هذا التطبيق أن التقسيمات حتى لو كانت جديدة أو حديثة أصبح لها غطاء قانوني تؤطره وثقة التعمير. من هنا نستنتج أن هذه الآفة لا يمكن محاصرتها والقضاء عليها ما دام أن الدولة والجماعة تنهج مقاربة التساهل والتفاوض والحيلولة في إيجاد الحلول الملائمة تحت الغطاء الاجتماعي. فما الغاية من استصدار القوانين الجذرية والردعية وعدم ترجمتها على أرض الواقع بروح من المسؤولية إرساء لمبدأ سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة التي نادى بها الدستور؟ وخير دليل على ذلك ما قام به المدعو ولد الصقلية ومحمد بن سودة والمكزاري وبن جلون من خراب في منطقة سهريج قناوة سهب الورد، ولا زالوا يتمادون في ذلك. وما يفوتني السيد الرئيس نوجه الشكر الرئيس الملحقة الإدارية القبة لأنها دار واحد المسطرة لواحد الشخص ترى مع واحد الأملاك وتقامت فيه المسطرة، ودابا حاليا راه الاعتقال سهب الورد، ولا زالوا يتمادون في ذلك والكل يتفرج. كما أن المنطقة تعرف حاليا اكتضاضا مهولا، ولا يمكن إعادة هيكلتها إلا بوضع حد لأي استغلال لهذه العقارات الغير المبنية لتنفيذ مشاريع القرب وتحسين المجال. كما تجدر السيد الرئيس الإشارة، فإن منطقة المصلى المحادية للبرج وخاصة المكان المخصص لأداء شعائر صلاة الأعياد تم التطاول عليها، مع العلم أنه كان المتنفس الوحيد لساكنة الحي وحسن استغلاله في فضاءات الراحة والاستجمام كان من الأولويات. لذا المطلوب فتح تحقيق في هذه التجاوزات والقطع معها نهائيا، وتحميل المسؤولية للجماعة لإيقاف جميع التراخيص بناء بالبناء فيها والعمل على استرجاعها وتهيئتها لفائدة الساكنة المحلية. وشكرا. شكرا سيد المستشار، أفتح الباب للنقاش. نمر للنقطة 29 المتعلقة بوضعية المحطة الطرقية بفاس، وأعطي الكلمة للسيد المستشار مقترح النقطة. وضعية المحطة الطرقية نكون مقصدة بان السيد الرئيس وغن نعطيك غير بعض المعلومات ربما تكون خافية عليك. أصبحت المحطة الطرقية بفاس كابوسا حقيقيا
لدى المرتفقين الذين يتوافدون عليها في ظل الفوضى العارمة التي تسودها والمتمثلة أساسا في إحداث مطاعم عشوائية. السيد الرئيس راه تما تقريبا أزيد من 40 قنينة غاز، لا قدر الله إلا وقع شي إشكال، وكنطلب من الإخوان يوفدوا تما شي لجنة ويمشيوا ويشوفوا هذه الأمور، لا قدر الله في راه كارثة في غياب الجودة والسلامة المرقب. كما أنه تم إفراغ محتواها المتمثل في تقديم الخدمات القرب والسهر على راحة المسافرين. احنا رحنا عارفين السيد الرئيس راه في القضاء 12 سنة ونتسناو هاد 6 سنين، نتمناو من الله عز وجل اللطف. السيد الرئيس انا اللي جعلني نوضع هاد النقطة هو السيد الرئيس تشجيع ديال الرخص الإرساليات. السيد الرئيس راكم مازالين كتخرجوا هاد الإرساليات ومن بعد الرخص، ومن بعد راكم غتلقاو واحد المشكل كبير. هاد الرخص ديال الإرساليات السيد الرئيس لبعض المهنيين الذين أصبحوا يستغلونها، راهم كيقطعوا التذاكر. السيد الرئيس راه ماشي إرساليات، راه إرساليات كيقطعوا التذاكر تما. هذا السيد الرئيس راه كيحرم مجموعة من داك المقاولات الصغرى تمشي بحالها. السيد عنده الديبار في 8 الصباح ولا 9، كيجي الاخر من 24 ساعة قبل وكيقطع التذاكر، ما بقاش كيوصل المسافر للمحطة الطرقية. هذا راه خلل. السيد الرئيس راه كان وقع في المجلس السابق ومشى معاهم اصفار الغزالة، مشى مع الاخوان المحكمة وكان ربح الدعوة. فلهذا السيد الرئيس كنحضركم حنا من هذا المشكل هذا، كيبيع لترخيص لبيع التذاكر خارج المحطة وفي هذه المكاتب. السيد الرئيس راكم مؤخرا رخصتوا قبات الكلينيك ديال الخطوري لواحد الشركة ديال نقل المسافرين إرساليات، وراه كتبيع التذاكر. ودابا حاليا راه واحد الفوضى كيجيب تبارك الله شركة كبيرة لا داعي لذكر الاسم ديالها، وكيجيب 8 و10 و12 الكار كيبقى يستفهم، راه ولا كيدخل الكيران ديالو القلب الدروبة. من بعد راكم غتلقاو مشكل في هذا. إلا عطينو ترخيص الإرساليات وفدوا لجنة اللي تمشي تقول له الترخيص راه الإرساليات، إلا كان ديال التذاكر راه كاين المحطة الطرقية. دابا ما كنفكروش فيها، غدا بعد غدا إن شاء الله يتحل المشكل في المحكمة، راه غيولي عبء لا على المجلس ديالكم نتوما أو لا على المجلس السابق الآتي. فلهذا السيد الرئيس المردودية والموارد المالية للجماعة، لأن الجماعة راه ما كتاخذ حتى حاجة، راه حنا عارفينها، وأضرى كثيرة بالمقاولات الصغرى التي أصبحت في ضيق من هيمنة المستثمرين الكبار، إضافة إلى غياب الأمن والسكينة والطمأنينة للمسافرين، والأمر الذي أدى بفئة كبيرة إلى النفور للجوء إلى هذه المحطة. وراكينا السيد الرئيس راه أزيد من 8 ولا 10 ديال الترخيصات ديال الإرساليات، ورام كيمارسوا هذه المسائل اللي قلت لك، ولكم واسع النظر وشكرا. تحو باب مناقشة. نمر للنقطة 30 وهي النقطة الأخيرة في جدول الأعمال والمتعلقة بوضعية السير والجولان بالمدينة. تفضل السيد المستشار. قلت أنا والله تنجيب السيد الرئيس يشوف هذه المخالفة، علشان السبب اللي جعلني هدي السيد الرئيس مخالفة تسجلت المرور عبر طريق دون استعمال ممر الراجلين، تسجلت هذه في مقاطعة جنال الورد من فئة 25 درهم. السيد الرئيس بمجرد السيد الرئيس القيام بجولة تفقدية داخل شوارع المدينة ككل وبالخصوص أحياء مقاطعة جنال الورد، يتبادر إلى الذهن كون هذه المقاطعة نكررها عاوتاني خلقت للتهميش نظرا للفوضى العارمة التي تشهدها جميع الطرقات المتمثلة أساسا في غياب التشوير. راه ما عندناش السيد الرئيس التشوير، شي حاجة ضعيفة. وأماكن الوقوف والإشارات الضوئية، ما منحقناش احنا في مقاطعة جنال الورد يكون عندنا ستوبات واحتلال الملك العام، لا، مما أدى بالمرة
إلى استعمال طريق قطع الطريق بطريقة عشوائية. السيد الرئيس دابا هذا القانون الجديد خرج ورجال الأمن كينفذوا فيه. السيد الرئيس ما بغيناش حنا تيجي المجتمع المدني يضغط علينا، حنا بغينا نديروا شي طريقة سباقية، ما نخسروا والو، شوية الصباغة ونديروا ممر للراجلين، ماشي ممر للراجلين خصو يدوز خصو يضرب جوج كيلومتر باش يدير رومبوان عاد يقطع، إذا قطع من تما يقبطوا البوليسي. ما نحتاجش السيد الرئيس عاد يجيو جمعيات ومجتمع مدني يضغط علينا هذه المسائل اللي بسيطة وما كتكلفش شي حاجة. وبلا مبالاة واستغلال جنب الطريق من طرف الباعة من طرف باعة المتجولين وحدات أسواق عشوائية في الملك العام، وبالتالي فإن المنطقة أصبحت تتسم بالطابع القروي نظر الأنشطة المزاولة بها في غياب تنظيم السير والجولان وتحرير الملك العام من كل الفوضى العارمة والقطع مع ممارسات التسول في النقاط الضوئية. السيد الرئيس هذا مشكل كبير، دابا حاليا ولاو دراري 4 سنين 5 سنين في الإشارة الضوئية ومشاكل كيديروا، وكاين شي نماذج اللي كالمراكز هبط الله الجاج كيشبع فيها سبان ولا هذا، خصنا نشوفوا شي حل. السيد الرئيس لهذا وراكم كتجولوا في المدينه وراه كتشوفوا التي اصبحت تسيء للمنطقه وتزيد من هشاشتها رغم كل المجهودات التي تقوم بها الدوله في هذا المجال لتحسين الخدمات والولوجيات والتنظيم وتاهيل احياء الغير مهيكله. وشكرا. شكرا السيدات والسادة أعضاء المجلس. أنا فقط عندي ملاحظة على هذه النقاط المدرجة، أنا تعمدت ندرجها وخا عندي عليها ملاحظات، ولكن بغينا من الناحية البيداغوجية كاملين نحضروا لهذا النقاش. أولا مدينة فاس هي مدينة جامعة بست مقاطعات، فيها النظام الجامعة بالمقاطعات، معنى أنه كاين هناك أمور تناقش على مستوى المقاطعات وأمور تناقش على مستوى المجلس الجماعي. أنا المراسلة اللي توصلت بها وضعية الموارد البشرية بالجماعة، كل شيء بالجماعة، فإذا بنا تناقش أمور متعلقة بمقاطعة واحدة، وهذا فيه ملاحظة. المسألة الثانية، نحن مجلس مسؤول توجه فيه تهم بالأسماء، تثار فيه المجالس وتوجه تهم بالأسماء، وبالتالي أنا أستك الأسماء أتحمل المسؤولية. لا شوف غادي تسمع دابا، لأنه قبيلة كنت نسمع لك ما قطعتكش، غادي تسمع ماشي غتحمل المسؤولية. الأسماء التي أثيرت والاتهامات التي أثيرت أنا كرئيس المجلس أتحفظ عليها وغير معنيين بها. الشخص الذي أثرها إلى عنده شي حاجة يمشي للقضاء، لا يمكن أن تحمل مسؤولية هذا الكلام للمجلس أو أن تكيل الاتهامات لا إلى المجلس أو إلى الأسماء. فهذه النقطة الثانية، لأنه إحنا عندنا محضر تنسجل فيه، بالتالي أنا أسجل هذا الأمر بأنه كل التهم التي وجهت للمجلس بصيغته العامة أو للأسماء هذا المجلس غير معني بها، واللي عنده حجج يتوجه بها الى القضاء، لان حنايا مؤسسه ديال التداول وديال التصويت، لسنا مؤسسه ديال التحقيق والبت في الاحكام. المساله الثالثه وهو الماده 40 اللي تتحدث على الادراج ديال النقط بجدول الاعمال واضحه، تقول يجوز لاعضاء المجلس المزاولين مهامهم ان يقدموا للرئيس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول الأعمال، في صلاحيات المجلس، وتتكلم على المجلس الجامعة هنا، لأنه كاين مجالس مقاطعات عندها اختصاصات أخرى وكاين أمور اللي خصها تكون بالتدقيق في مجلس. فهذه هي الملاحظات اللي عندي على هذه النقاط المقترحة. بطبيعة الحال أشكر في ختام هذا السيد الرئيس الموظف مختصاصك، ماشي مختصاص مقاطع رئيس المقاطعة، السيد المستشار السيد الرئيس الله يخليك، الموظف راه مختصاصك السيد الرئيس، أنا ماشي السيد الرئيس أنا درجت هذه النقاط أو لا، أنا
يعني من اجل الاحداث الضوضاء ولا هذا. انا مجرد كنناقشك السيد الرئيس، واش على اللي قلت لك على الموظفين العرضيين قابطين لا تي ان بي ما جاوبتينيش السيد الرئيس، واش كيتحملوا المسؤوليه السيد الرئيس؟ راه ما عندك. واش السيد الرئيس انعاش عطينو بيرو ضبط مكتب الضبط؟ راه ما عندكش الكلمه. راه المجلس كيخدمش بهذه الطريقه. راه المجلس لا السيد الرئيس، القانون اللي كتبغي تطبقه السيد الرئيس بكامل احتراماتي، وراك راجل قانون، ملي كتبغي تطبقه كتطبقه، ملي كتبغي تطلب الكلمه وتفتح عطاتك الكلمه قلتي اللي بغيتي. ما جاوبتينيش السيد الرئيس. ما لست ملزما بجوابك. ياك تتقول القانون. منكم نتعلم الادب. قانون. منكم نتعلم الادب السيد الرئيس، منكم نتعلم الادب. اذا الاخوه والاخوات اعضاء المجلس، في ختام لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، اشكركم الصبح بطبيعه الحال على مشاركتكم الايجابيه في اشغال هذا المجلس. بطبيعه الحال مره اخرى اعتذر عن بعض الامور التي حدثت علاقه مره اخرى بضروره ضمان النظام العام بالمجلس، مراعاة المصلحة ديال الساكنة وحرصا على مناقشة والتداول والتقرير في مجموعة من النقاط التي تهم الساكنة. أشكركم جميعا على مساهمتكم في إنجاح هذه الدورة. أشكركم كذلك على مناقشاتكم واقتراحاتكم، ولنا عودة لها ولا سيما فيما يتعلق بالملف ديال تثبيت الباعة الجائلين. أنا توصلت الآن بعض الأخوان ديال أعضاء المجلس ببعض الاقتراحات حول أسواق مفتوحة، السي حميد في مقاطعة سايس، فأنا أنتظر هذه المقترحات. بطبيعة الحال سنختم إن شاء الله الرحمن الرحيم أشغال دورتنا بالبرقية التي سأرفعها باسمي وباسم المجلس إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وأعطي الكلمة للسيد كاتب المجلس لتلاوة البرقية. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله. حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. مولاي صاحب الجلالة، بمناسبة اختتام مجلس جماعة فاس لأشغال دورته العادية لشهر فبراير يوم الأربعاء 21 جمادى الأولى 1439 الموافق ل 7 فبراير 2018، يتشرف محب جنابكم الشريف رئيس مجلس جماعة فاس أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الجماعي أن يعرب لسد العالية بالله جلالة الملك محمد السادس بعد تقديم فروض الطاعة والولاء المقرونة بأغلى وأزكى الأماني عن اعتزازنا الكبير بثمار التنمية التي تحققت ولا زالت تتحقق على أيديكم الكريمتين، وإشادتنا الكبيرة بحرص جلالتكم على التنزيل الجهوي والترابي العادل لمختلف الاستراتيجيات التنموية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة بين مختلف جهات المملكة. كما أغتنم هذه الفرصة السائحة لأعبر لجلالتكم باسمي وباسم أعضاء المجلس الجماعي عن تقديرنا الكبير وامتناننا العميق واعتزازنا الكبير بالعناية السامية والرعاية الكريمة والمتواصلة لجلالتكم لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية بمدينة فاس. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم، وجعل النصر حليفكم، وأسدل على جلالتكم دوام الصحة والعافية، وحقق على يديكم الكريمة ما يسبو إلى شعبكم الوفي من كرامة وعزة، داعينا المولى جلت قدرته أن يجعلكم ذخرا وسندا لهذه الأمة وقائدا لمسيرتها التنموية وضامني استقرارها وأمنها ووحدتها، وأن يقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحبة السمو الملك الأميرة الجليلة لالة خديجة، وأن يشد أزركم بسنوكم صاحب سمو الملك الأمير الجليل مولاي رشيد وسائر الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع الدعاء. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. فاس في 21 جمادى الأولى 1439 الموافق ل 7 فبراير 2018 خديم الأعتاب الشريف إدريس الأزم الإدريسي رئيس مجلس جماعة فاس. شكرا لكم ورفعت الجلسة.